دي كارما في كل العالم. اهلا بكم ولقاء متجدد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 24 يونيو 2019. كل سنه وكل الاقباط في كل العالم بخير. كان عندنا كام احتفال كده الايام اللي فاتت. كان يوم السبت كان احتفال الاقباط باستلام مصر رفات ماري مرقس مؤسس الكنيسه، وكان استلام جزء من الرفات او الرفات كان من روما، حيث احتفل الاقباط في صلاتهم بالكنائس يوم السبت الماضي بحسب السنكسار الكنسي بتذكار استلام الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه رفات القديس ماري مرقس الرسول من الكنيسه الكاثوليكيه. وكان اللي حصل ده كان في يوم السبت العام 1968، وكان في عهد البابا كورولوس السادس البطريرك 116 تم استلام جسد القديس ماري مرقس الرسول الإنجيلي كاروز الديار المصرية من البابا بولس السادس بابا روما على يد وفد من الأساقفة وبعض الأراخنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. والوفد القبطي استلم وقتها كمان وثيقة رسمية تشهد بصحة الرفات وأنها بالحقيقة رفات ماري مرقس الرسول، وقد استخرجت من مكانها الأصلي بعد أن ظلت في مدينة البندقية بإيطاليا 11 قرنا، أي منذ القرن التاسع للميلاد وحتى القرن العشرين. كان في احتفال كمان الايام اللي فاتت وبرده كان يوم السبت، كان احتفال عيد ماري مينا قديس ماري مينا. والحقيقه ان الجميل ان احنا نلاقي في شوارع المنيا في قريه البيضيه بمركز ملاوي جنوب محافظه المنيا الاقباط في كل احتفال لعيد ماري مينا بيخرجوا من الكنيسه للشوارع اللي حولها ويهتفون لشهيد المسيح ماري مينا العجايبي، وهو بطل وكان بطل وجندي محب للمسيح. وفي شاب من الشباب بيقوم بتمثيل دور ماري مينا وهو راكب على حصان وحوله الجنود وخلفه جمل ماري مينا الشهير، واهل القريه بيشتركوا في الاحتفاليه الشعبيه ويرنمونا ويذكروا قصه الشهيد، وبتكون الزفه خارج الكنيسه مصحوبه بالطبل والابواق والتصفيق. فحاجه جميله قوي ان احنا برغم كل اللي بنشوفه في المنيا الحياه من احداث، ولكن بنشوف دايما في قريه البيضيه مركز ملاوي احتفال مميز لماري مينا. وكل الكنائس اللي على اسم ماري مينا احتفلت الايام الماضيه ايضا بعيد القديس ماري مينا، كل سنه وكلهم طيبين. بالنسبة لاحتفالية دير المحرق برضو، بالنسبة احتفالات بالعذراء، يواصل دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط احتفالاته السنوية لليوم السادس على التوالي بمناسبة عيد العذراء مريم حالة الحديد. الاحتفالات بيترأسها بدير المحرق نيافة الأنبا بيجول وهو رئيس الدير وبمشاركة أيضا رهبان الدير، وبيفتح الدير أبوابه يوميا لاستقبال الزوار الأقباط، وبيكون لغاية يوم 28 من شهر يونيو. يحتفل الدير كمان في دير العذراء الجندلة بإبرشيتة بوتيك بأسيوط بعيد العذراء أيضا حالة الحديد بالتزامن مع احتفالات دير المحرق، ودي حاجة جميلة جدا. منذ قليل ومش عارفة إذا كانت لسه مستمرة ولا لا، ولكن احتفالية رائعة احتفالية إحياء التراث الوطني، حيث يعني تعتبر احتفالية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر. جمعية إحياء التراث الوطني المصري نهرة نظمت النهاردة حفلة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور قداسة البابا توادروس والدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ولفيف من الوزراء والمسؤولين. الحفل أقيم في السابعة مساء اليوم بمسرح مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. تخلل الحفل كلمات السادة المسؤولين وعرض أوبرا مصر الطريق، وشارك في العمل الأوبرالي الفنانة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم بعزف فلات مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج كولتا. شارك بالغناء فريق كورال دار الأوبرا أكبيلا وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا، ودي كانت من الحاجات الجميلة. الرجل الأعمال منير غبور هو اللي كان بيقال أنه هو بيرعى هذه الاحتفالية، وكان برضو كتب الموضوع ده، كتب الكلام ده الدكتور طارق حجي المفكر الرائع. والاحتفالية نقلت على ميسات وعلى سي تي في احتفالية مصر الطريق بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر. حاجة جميلة جدا الحقيقة ومشرفة، وكان قد أعد وأخرج ومول احتفالية بنفس المنير غبور رجل الأعمال، كان برضو أعد وأخرج ومول احتفالية بنفس المناسبة، وهو أيضا الذي جعل شجرة مريم
في سنة 2000 شجرة مريم بالمطارية، مزار رائع ويعني أشاد بهذه الاحتفالية. وقبل عرضها الحقيقة الدكتور طارق حجي زي ما قلت لحضراتكم، واللي احنا بنشوفه دلوقتي مشاهد من هذه الاحتفالية. لو الصوت كويس ممكن نسمع جزء من الصوت زمايلي. طبعا من الاحتفاليه، واعتقد انها لسه مستمره بتهيألي، يعني انها احتفاليه جميله جدا. وزي ما شفتوا كان بحضور طبعا قداسه البابا، وزي ما قلنا ايضا الحاضرين كان الدكتوره رانيا المشاط، الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وايضا وزيره الدكتوره رانيا وزيره السياحه، ولفيف من الوزراء والمسؤولين. كان امبارح كمان في معرض بصمات على ارض المحروسه أيضا بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة لأرض مصر، حيث شارك بالأمس الأحد الأنبا مرتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد في افتتاح معرض بصمات على أرض المحروسة لجمعية المحافظة على التراث المصري، احتفالا بعيد تذكار دخول السيد المسيح أرض مصر. نيافة الأنبا مرتيروس قال إن الفنان المصري أبدع في إظهار زيارة العائلة المقدسة التاريخية لمصر، وأضاف المهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث أن الجمعية حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال العديد من الفعاليات، منها معرض للوحات عن دخول العائلة المقدسة لمصر لفنانين من الجمعية تفانوا في إظهار إبداعاتهم عن هذه الزيارة. وكمان الآثار أصدرت كتالوج بلغتين عن محطات مسار العائلة المقدسة، والكتالوج باللغة الإنجليزية واللغة العربية تحت عنوان محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر. وزارة الآثار أصدرت هذا الكتالوج لإبراز تلك الرحلة والتعريف بها وبالأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة في مصر، وكمان عشان طبعا انه الاماكن دي تكون واخده المكان اللائق بين المزارات الاثريه الدينيه السياحيه داخل مصر وخارجها على المستوى العالمي. عجبني جدا بجد فعلا من كل النواحي الاهتمامات، سواء اهتمامات وزاره الاثار، اهتمامات الكنيسه، المعرض، الفنانين. زي ما انتم شايفين مهندس ماجد جورج الحقيقه كان برضو بيتحدث عن المعرض اللي كان بالامس بصمات على ارض المحروسه، كلها حقيقي حقيقي حاجات رائعة جدا. نتمنى انه فعلا يكون في استمرار يعني الترويج لمسار العائلة المقدسة، وانه يكون في السياحة اللي تيجي من اوروبا ومن كل دول العالم علشان فعلا تزور هذا المسار اللي فعلا يعني كان بركة كبيرة لمصر، انه من مصر دعوت ابني. هنروح بقى مشاهدينا لبعض الاتصالات وبعض الاستغاثات اللي كانت جات لنا على الصفحة، ومنهم استغاثة من بالنسبة لوفاة سمير منصور، وهو كان بيشتغل شيف في فندق الفيرمونت نايل سيتي، وراح يعمل عملية في مستشفى الكوكب بالدقي، كانت عملية أربطة يعني حاجة بسيطة يعني جدا، اللي هي مفروض مش حاجة يعني صعبة، وفوجئت أسرة سمير المرحوم سمير إن هو خرج متوفي بعد العملية، ودي كانت في يوم 14 أبريل. معانا دلوقتي زوجة الأستاذة مريم، زوجة المتوفي سمير منصور، بنعزي حضرتك وتعزيات السماء وتعزياتنا لكل الأسرة، وأنا عارفة إن هو عندكم طفلين. مدام مريم ربنا يعزيك يا فندم. شكرا. أيوة يا فندم، أهلا بيكي معايا. مساء الخير أولا. مساء النور. ربنا يعزيك يا فندم ونشكرك. ربنا يخليكي. طبعا يعني انا عارفه كمان ان والده يعني في حاله صعبه، وانه كان الموضوع مفاجاه، وكان من يوم
10 شهر ابريل، وعندكم ولدين تمام. يوسف وابنوب 9 سنين و11 سنه، ربنا يكون معاكم. احكي لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط، لانه هو كان داخل يعمل عمليه ايه، وايه اللي حصل، وازاي يعني لغايه دلوقتي ما انتوش عارفين سبب الوفاه. والله يا فندم، انا في بدايه كلامي ما اقدرش اوجه اي اتهام لاي حد، نظرا لان نتيجه تقرير الطب الشرعي ما طلعتش الى وقتنا هذا من 10/4 الى تاريخنا النهارده 24/7. ودي اول استغاثه كتير قوي يعني. كان من سببها بتصل بحضراتكم اساسا، ايه سر تاخير طلوع نتيجه الطب الشرعي الى وقتنا هذا؟ بالظبط، يعني احنا برضو يعني بنضم صوتنا رقم لصوت واحد حضرتك، عشان انه نفهم. يعني مش محتاج كل الوقت ده علشان يبقى يعني النتيجة تتأخر كل هذا التأخير. فلكن بالظبط، يعني لكن بالنسبة سبب للمستشفى، استغاثتنا طيب الحقيقية بحضرتك بصي، النقطة دي طيب يتم أستاذة لغايه مريم، عشان نقدر. مدام مريم، نعم المفترض دلوقتي لما نعم حصلت دي عملية كانت بسيطة، عملية اللي أنا فهمته من الرسالة اللي جت من حضراتكم إن هو كان قطع جزء في وتر الكتف، يعني عملية ما فيش. هل هو كان عنده مثلا قبل كده مضاعفات، او حد محذره من مثلا البنج، او يعني كان في اي حاجه قالوا لكم عليها قبل العمليه، مدوكوا تقرير مثلا بانه ممكن تحصل اي حاجه قبل العمليه؟ بس يا فندم، هو حسب معلوماتي اللي انا واخداها من الله يرحمه سمير جوز، ان هي عمليه بسيطه وما تخافيش، وبدليل انه راح يعمل هذه الجراحه مع صديقه فقط، ما حدش ياخد حد من اهله نظرا ان هو كان مستسهل الموضوع. كان كل يعني قلقه فيما بعد العمليه، لانه عرف ان في فتره تاهيل لدراعه وفتره علاج طبيعي وفتره اجازه تقريبا حوالي 3 شهور قبل ما يرجع يستعيد قدره دراعه مره ثانيه. لكن قبل العمليه او اثنائها ما كانش عندنا اي نوع من التخوف. طيب وبعد العمليه بقى قالوا لكم ايه سبب الوفاه؟ يعني المفترض انتوا بتسالوا المستشفى كتقرير مبدئي، كسبب احنا مبدئي، هو فندم، توفى ليه؟ ما يا فندم انا رحنا عشان نقول له الحمد لله على السلامه، يعني بصينا لقينا هوب يا جماعه ده المريض في العنايه المركزه، ادعوا له خير يا جماعه، في ايه؟ قالوا ادعوا له في هبوط تقريبا في عضله القلب الجديد. طب يا جماعه ايه، في ايه؟ محدش فادنا في شيء. بعد شويه قالوا لنا بقاء لله. طبعا دي كانت صدمه رهيبه جدا، لان غير متوقعه تماما. وفي ساعتها لا لقينا الدكتور ولا لقينا طبيب التخدير ولا لقينا مدير للمستشفى ولا لقينا ممكن حد ممكن يعرفنا ايه اللي حصل تماما. وبلغنا النيابه ومشكورين جم، يعني الموضوع وصل حاليا الى ان هو في النيابه ومنتظرين نتيجه الطب الشرعي عشان يقول لنا ايه حقيقه اللي حصل. حاجة غريبة. الحاجة التانية انه كان شهادة الوفاة ده برضو حاجة كانت يعني من الكوارث، انه يتكتب فيها ان هو مات في تمام الشارع والسبب غير معلوم، يعني تمام ازاي رغم ان المفترض انه بيطلع له التقرير من المستشفى ان هو توفى اثناء العملية مثلا نتيجة لكذا او كذا، لازم بيكون في تقرير من المستشفى مبدئي، وبناء على التقرير المبدئي ده حتى شهادة الوفاة تستخرج. معانا بتهيألي شهادة الوفاة اللي كانت، وفهمت ان والده كان يعني عمل يعني تمام محاولات لتغيير الكلام ده، نوضح يا فندم. هي ازاي شهادة بقى؟ الوفاة طلعت في بادئ الأمر إنه توفى في الشارع وإنه بدون عمل وإنه سبب الوفاة ما زال تحت البحث. دي المعلومات اللي في شهادة الوفاة، ولكن والد سمير مشكورا خد باله وتابع الموضوع وغير فعلا الشهادة دي للشهادة اللي فيها البيانات الصحيحة. طب مكتوب في دي الشهادة سمعت الجديدة ايه؟ الأمر انا ما خالص. وصلتنيش الجديدة، يعني موجود في الشهادة هنا مكان الوفاة في الشارع، طبعا هو مش في الشارع، في المستشفى. لا طبعا طيب طبعا، الجديدة شهادة اتكتب الوفاة فيها ايه يا الجديدة، أستاذة مريم؟ الجديدة اتكتب فيها ايه؟ ما شهادة الوفاة اتكتب فيها ان هو مكان الوفاة اسم المستشفى، تمام. سبب الوفاة قيد البحث، والمهنة ان هو شيف في الفندق زي انه شاف، يعني كان كل شخصية حاجة مصر. هنا. ما دي برضو غريبة جدا، ان المفترض انه زي ما بقول لحضرتك، يعني المفترض اي مستشفى لما بيتوفى فيها مريض بيتكتب السبب المبدئي لازم، وما سلموكوش ولا ورقة ولا اي حاجة خالص استاذة مريم. ما هو يا فندم النيابة خدت كل الدوسيه اللي بخصوص في حالة الله يرحمه، يعني انتوا ما شفتوش فبالتالي احنا مكتوب مش ايه؟ عارفين نتكلم. يعني احنا كأسرته حاسين بقلة الحيلة جدا، ان احنا منتظرين ورقة اللي هي تقرير الطب الشرعي عشان نقدر نفهم حصل له ايه، هل فعلا حصل نوع من الإهمال ونوع من التقصير الطبي، وده اللي احنا متوقعين، لكن احنا مش متخصصين ما نقدرش نديها ايوه،
ما انا بقول لك يعني هم حتى قانون يرتب. انتوا ما اطلعتوش على ورقة حتى بتقول ايه السبب المبدئي، مفيش حاجة خالص اطلعتوا لا عليها؟ ابدا ابدا، يا كل سبحان الله، التسجيل خاص بحالته خرج من المستشفى للنمير حاجة صعبة، اساسا لل نعم حاجة صعبة طبعا. هو كان عنده 38 طبعا سنة. يا فندم. تمام. عيد ميلاده يا فندم كان يوم 23/6، كان تم 36 يعني امبارح، امبارح امبارح يكمل 23. كان 39 سنة. تمام، ايوه ربنا امبارح فقط يعزيكو، كان هو في الجنة. ونتمنى ان احنا حق يعني حق سمير يجي ويتعرف السبب بس الحقيقي، ولو سؤال في يا فعلا. فندم، في سؤال ملح اتفضلي جدا 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 لازم اتفضلي اعرضه على سيادتك، يكون سيادتك بتاعه في الصدر يعني. اتفضلي. الو ايوه انا اتفضل سامعاكي، اتفضلي. دلوقتي يا فندم، بصرف النظر عن نتيجة تقرير الطب الشرعي، فأنا دلوقتي بصرف النظر عن نتيجتها، إن كان حصل خطأ طبي مع جوزي أو إن كان توفاه الله وإرادة ربنا حصلت في التوقيت ده وفي المكان ده، هل، والسؤال ده بقى لكل طبيب في مصر أرجو إنه يرد عليه، هل يصح إن دكتور المفروض ان هو استاذ مساعد في جامعه في كليه الطب القصر العيني جامعه القاهره بدون ذكر اسماء يخش جراحه منظار استغرقت في الجراحه جوه من 3 ساعات لثلاث ساعات ونص بدون اجراء اي نوع من التحاليل الطبيه عليه؟ لا، كلامك ده معناه انه ممكن كان في حاجه بقى، يعني كلامك كده انه كان في تقصير حتى في التحاليل اللي تتعمل، اللي المفروض تتعمل قبل المستشفى، قبل ما اخر قبل العمليه اقصد. اخر مقابله بين بصي يا فندم، اخر مقابله بين زوجي وبين الدكتور انا ما كنتش حاضرها، لكن انا عرفتها اللي هي ان انت هتروح المستشفى وتطلب عمل التحاليل. امين امين. زوجي دخل اخر مكالمه بيني وبينه الساعه 11 الا 5 صباحا يوم 10/4/2019 بيقول لي انا داخل الجراحه خلاص. قلت له ربنا معاك، يا ترى عملوا لك اي حاجه اقصد نوع من التحاليل نظرا ان هو متواجد في المستشفى كان بقاله كذا ساعه. قال لي لا ما حصلش اي شيء وانا داخل اهو دلوقتي. يا انا ما كنتش ده اعرف كلام زوجي المعلومه هنا دي، في ولما اخر المكالمه سالتك في الاول التليفونيه. يا مريم، لما سالتك في الاول لانه عشان كده بقول لك، هل كان في اي حاجه مثلا بالنسبه له يكون فيها حذر من احيان اثناء العمليه، ودي بتظهر طبعا بالتحاليل اللي قبل العمليه، واضح انه تمام كان يا في فندم، تقصير تمام يا من فندم، ما قبل العمليه، وان شاء الله يا ما رب. هو يا فندم تمام، واضح كده، دي فيعني بتاعتي في انا اخر مكالمه معاكي بيني وبين تماما. زوجي. اه يا فندم احنا عايزين بقى نعرف ونعرف بالظبط، وانه فعلا لو ما كانش اتعمل له تحاليل علشان انه ممكن كان تمام خطر عليه البنج او اي حاجه، فاعتقد ان الموضوع ده تمام لازم يكون فيه محاسبه من الالف للياء، وهنتابع معاكم من يعني فضلك، عرفونا اي حاجه جديده تجد في الموضوع، ونتمنى من كل قلوبنا وبنصلي لكم ربنا يديكم العزاء والسلام، وانه اهم حاجه ان فعلا تاخدوا تعرفوا ايه سبب الوفاه، ويكون في حساب للمقصر ويرجع حق سمير. بشكرك مدام مريم، وربنا يكون معاكم يا رب، ربنا يكون معاكم. عندنا استغاثة تانية كانت برضو من مارتينا جميل موريس من بني مزار، وكانت بتقول ان هي واصدقائها في العمل حصل معاهم مشكلة وتعرضوا للخطف والتهجم والاعتداء عليهم. ومعانا دلوقتي مارتينا تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط وكان امتى. اهلا بيكي مارتينا. مساء الخير يا دكتورة منى. مساء النور عليكي، الحمد لله على سلامتكم. قولي لنا بقى ايه اللي حصل وليه؟ شكرا يا دكتورة. اتفضلي، يعني احكي بقى ايه الموضوع بالظبط. احنا بنشتغل في شركة تبع قطاع خاص اسمها شركة ريفي لتنمية المشاريع الصغيرة في بني مزار؟ اثناء قيام لا انا كنت انا عايشة في بني مزار بس شغلي في مطاي. يعني مركز شغلكم جنبي في هنا بقى. مطاي، اوكي. مطاي محافظة المنيا، نعم. مركز برضه في محافظة المنيا. واثناء شغلنا واحنا في مطاي كان في ضيف متأخر، واحنا رايحين نطالب احنا الأربعة، انا مارتينا والموندا وصوفيا وسارة، بنطالب بالجست بتاعنا. في لحظة في طرفة عين كده يدخلونا جوه البيت ويقفلوا علينا الباب ويقولوا لا احنا استني نوريكم استني، احنا. انتوا كنتوا رحتوا البيت حد اللي هو قسط بتاع ايه؟ يعني انتوا رحتوا البيت اللي ايوه مكتوب عندي اسمه جبت وائل محمود جبت من عبد العال الشركة. ووالدته واخواته الاربعه، انتوا كنتوا رايحين له البيت ده ايوه ليه؟ البيت ده رايحين ليه؟ رايحين نطالب بجست متاخر اكتر من 10 ايام. قسط. انتوا دلوقتي مش شغالين، دي شركتكم يعني، ولا انتوا شغالين عند حد؟ لا
دي شركة قطاع خاص. طيب والشركة دي انتوا اللي مسؤولين ان انتوا تروحوا تجمعوا الاقساط المتأخرة؟ احنا موظفين يا دكتورة، احنا موظفين فيها. ايوه، ايه اللي خلاكم تروحوا انتوا تطالبوا نتيجة بالاقساط؟ الامر من المدير ان احنا ننزل نطالب على الجست ده. ده من مهام شغلكم يعني، ولا دي حاجة كانت؟ ايوه، دي من طبيعة شغلنا ان احنا ننزل نطالب بالجست لو اتأخر او ما جاش في ميعاده. تمام. وان انتوا الاربعه يعني، انتوا الاربعه نزلتوا رحتوا للبيت ده، بيت وائل محمود عبد العال، وكان والدته واخواته الاربعه في البيت. والدته، ايوه، ست زينب واخواته البنات. وفي لحظه واحده ما احنا بنطالب الجلد جاموا علينا كده بالتعدي والضرب وقفلوا الباب وقطعوا لنا هدومنا، وفي قطع برضو في وشنا كده من خرابيش من ايديهم. كان كامل وقالوا احنا قسط مش ده هندفع الجلد. يعني كامل مبلغ 1614 جنيه 1614. وراحوا ماسكين فيكوا بقى. ايوه، كانوا هيضربونا لولا صوت، وكان معانا واحد بتاع توك توك بره اسمه ياسين، ده فش الباب بسرعه، وناس تاني شهود من الشارع فشوا الباب علينا وخدونا من وسطيهم بسرعه. يعني احنا خدنا التوك توك وتوجهنا لمركز مطايا. دخلوكوا وقفلوا الباب واعتدوا عليكم. اوه، لا حول الله يا رب. طيب اعتدوا بالضرب عليكم انتوا الاربعه. خرابيش واللبس اتشد واتقطع، وكان منظرنا وحاله وحشه يعني جدا. طيب طلعتوا المفروض عملتوا طبعا محضر وفي شهود معاكوا سواء التوك توك واذا كان في حد تاني، المفروض ايه؟ لا عملتوا ولا ما عملتوش؟ لا احنا طلعنا نعمل محضر. وحالتنا كانت صعبه وباين على وشنا الخرابيش والدنيا دي واللبس وكل حاجه يعني. حتى واحنا داخلين المركز فبتاع توك توك بيقول انا معاهم وشاهد. راح من على باب المركز قال له لا اتفضل اطلع بره، ما رضيش يدخلوا، دي اول حاجه، دول مسيحيين وانت جاي تشهد معاهم، طب اتفضل بره. قال الجمله دي يعني حد من الاسم قال الجمله دي؟ ما قالهاش كده بالعربي بس مفهوم. اسمي ياسين، واحنا الاربعه مسيحيين داخلين بشعارنا المركز، جاي يشهد معاهم يا باشا. قالوا لا اتفضل يا باشا، لما نعوزك هنطلبك، وطلعوا بره. طيب وعملتوا المحضر ولا ما رضيش يعمل لكم محضر؟ طلعنا نعمل المحضر. طلعنا فوق، الامين هيعمل لنا المحضر. اهدي يا مدام، اهدي يا استاذه، ايه اللي حصل؟ حكينا له ان الامر كذا كذا، وابتدى علينا، وادي لبسي قدامك ووشنا قدامك اهو، وانت شوف الدنيا دي. ابتدى يكتب المحضر. قبل ما يكتب خد البطايق بتاعتنا الاول. خد البطايق وشاف مؤهلاتنا كلها في البطايق. ايوه. وشاف اسامينا، وبعد كده راح دخلنا رئيس المباحث. رئيس المباحث في اول ما دخلنا هو تقريبا اسمه احمد الصاوي. احمد الصاوي ده مجرد ما سمعش حاجه، اول ما شاف وشوشنا ابتدى يزعق كده. اخرس يا بنت انت، وهي في ايه؟ مش قلنا احنا لسه ما نطقناش ولا اتكلمنا اصلا. واحدة بس هي فيكم اللي تتكلم. راحت صاحبتي صوفيا دي محامية، جات له يا فندم أنا محامية وأنا اللي هتكلم بالنيابة عنهم كلهم. قال لها اتفضل اتكلم. قالت له الأمر كذا كذا، إحنا رايحين نطالب بجسد وقاموا علينا بالتعدي والشتيمة والضرب، وأدي معظمنا قدامك أهو. وإحنا عايزين نعمل محضر دلوقتي بالتعدي والتحرش، وكانوا هيخطفوا مننا برضه حاجات معانا. شنطة فيها أقساط وكلنا لابسين ذهب يعني. راح قال طيب اتفضل اطلع بره، هنشوف الموضوع ده. فطلعنا، وابتدى الامين يعمل محضر، امين الشرطه يعمل محضر. واحنا بنمليه ونقول له احنا الاربعه اللي احنا عايزين نقول له، هو ما كانش بيكتب الا اللي في خياله هو. وانتوا شفتوا المحضر ولقيتوا في اقوال مختلفه؟ ايوه، انا شفناه احنا الاربعه، وكانت معايا صوفيا دي محاميه. قالت له احنا مش عايزين نكتب كده ولا نقول كده، لو سمحت اكتب اللي احنا بنقوله على لساننا. قال لها انت مش هتوريني شغلي، ونهايته المحضر ده هيكون في الزباله. ليه؟ قال لك كده بتمشي بصلش، الخصم بتاعك في الاوضه اللي جنبك بيعمل محضر زيك بالظبط، ومش معقول يعني ولاد ناس زيكوا هتقعدوا وتتحبسوا بالليل لحد ما النيابه بالليل. قلنا له طب ما احنا اللي لينا حق، احنا المعتدى علينا، احنا اللي اتضربنا واتهنا. قال لا، ما هو الخصم بيعمل برضه نفس المحضر وهيطلب نفس التقرير اللي انتوا عايزين تعملوه الطبي. ورست على ايه في الاخر يا مرتين؟ ارد اقول ايه يا دكتوره؟ رست على ايه؟ طيب ما انا عايزه افهم بقى منك، رست على ايه في الاخر؟ رست على صلش، واحنا مجبورين ورجلينا فوق رقبتنا. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، ولكن ان يبقى ده حال البلد، انه يتم الضغط على المعتدى عليه. حاجه منها هتجيبوه لنا.
وفي الاخر وخال صلح وخال وسلام وخال عليكم اللي انتهى. ضربنا امين شرطه خال اللي ضربنا امين شرطه يا دكتوره في المركز، وطبعا يعني واجبه يكرم يكرم واجبه ياخده على حسابنا احنا وعلى حساب اهانتنا وكرامتنا اللي اتبهترت في الشارع. يعني ربنا فين اقوى من حد كل ده. هيدي واضح حد انه مفيش للمظلوم من فايدة، زمان؟ واضح ان مفيش فايدة، والظلم فاق الحدود يعني، وانه هو ده التعامل اللي بيحصل. معرفش ازاي ممكن البلد تطلع لقدام واحنا لسه بنعمل الاجراءات دي، وانه كل واحد يعني يضيع حقه. ده بيدي للاسف يعني خلاص بيدي الذريعة لاي حد يعمل اي حاجة، ودي نهايتها زي ما هو قالك. يعني طبعا انا يعني احنا كده بنرصد الموضوع يا مارتينا، لكن طبعا طالما انه حصل الصلح وتم التنازل عن، او يعني خلاص بقى كده المحضر، ولكن يعني كويس ان احنا بنرصد ده، علشان خاطر انه يعني انا ما كنتش مش عارفة، كنت يعني كنت مفروض ما تتنازلوش، او خلاص اللي حصل حصل، لكن حقكم عند ربنا ان شاء الله، والحمد لله على سلامتكم، ونشكر ربنا انه ما جرالكوش حاجة يعني اكتر من كده. لكن انا حزينة انه يعني ان يبقى ده الوضع. بشكرك مارتينا، وربنا يكون معاكو، وشجعتك في ان انتي يعني وثقنا الواقعة، ويعني ربنا موجود وفوق العالي عالي. طيب نيجي لموضوع تاني. الحقيقة كان شاغل المعنيين بالفن المسيحي الفترة اللي فاتت، واحنا كنا اتكلمنا عنه برضو، مشكلة فيلم بابا العرب. فيلم بابا العرب سمعنا عنه كلام جميل جدا، وانه الفيلم بالفعل كان تم يعني بالفعل انتاجه، وفوجئنا بالاستاذ البير مكرم مخرج الفيلم بيقول انه للاسف انه بالرغم من انه لجنه المصنفات الفنيه بالدوله وافقت عليه، لكن عندنا لجنه في الكنيسه هي اللي موافقتش عليه. معانا ومع حضراتكم دلوقتي الاستاذ البير مكرم، مخرج فيلم بابا العرب ومخرج فيلم المزار ايضا، وهيقول لنا ايه المشكله بالظبط، واحنا كنا سامعين كلام جميل جدا عن هذا الفيلم. برحب بيك استاذ البير. مساء الخير، ازيك يا دكتورة؟ ازاي حضرتك؟ قول لنا الأول مين مؤلف الفيلم، وهل الفيلم انتوا تم العمل الانتهاء من عمل فيه تماما؟ لا، هو اللي مؤلف هو الكاتب، اللي هو مش تأليف، لأن هو حياة البابا شنودة احنا عملناها معالجة درامية طبعا، لأنه ما نقدرش نقول إن هو تأليف، فاللي عمل المعالجة الدرامية والسيناريو أنا، يعني أنا المخرج وعامل المعالجة الدرامية والسيناريو. المعالجة الفيلم الدرامية والسيناريو اتحول حضرتك، تمام. يعني اللي هو بيتقال عليهم تأليف، بس عشان دقة الكلام يعني، هو لأن احنا مش بنألف حياته، هو حياته بالظبط موجودة، هي احنا عن بناخدها حياة جزء من حياة البابا هنا، لأنه حياة البابا لا بالظبط. يمكن هم تيجي في يعني هو فيلم. جزء كبير يعني، بس يعني هو جزء كبير الحقيقة. بس احنا يعني اشتغلنا على، صورنا يعني أجزاء منه، لأنه الموضوع كبير، فالتصوير بيحتاج تحضير وبيحتاج لوكيشنز وبيحتاج بنا وديكورات، يعني شغالين الموضوع شوية بطيء شوية، لأنه من حرصنا على إنه الأمور تطلع بشكل لائق بالبابا. ما ينفعش إن احنا لا نجري ولا نتسربع ولا نسلق، لأنه احنا عايزين نطلع حاجة محترمة تليق بقداسة البابا شنودة يعني. طيب دلوقتي احنا زي احنا انت اتفاجئت، واحنا كمان اتفاجئنا انه اللي رفض الفيلم هي لجنة المصنفات اللي هي من الكنيسة، ف مش كده برضو ولا ايه؟ او يعني ليهم هو انا ما تعليق؟ اتفاجئت، لا انا ما اتفاجئتش الحقيقه، يعني هو الحقيقه انه الوضع ده اصلا بقاله فتره، واحنا بنتحارب بقالنا فتره، وانا بس عايز اقول معلش، لشعبنا مين الموضوع، انتوا اللي احنا بتتحاربوا؟ مين انتوا اللي بتتحاربوا للفيلم؟ يعني صناع الفيلم وتحديدا انا، يعني صناع انا بس الفيلم ده عايز اتكلم في بالتحديد. نقطه. عايز اتكلم انه احنا لما جينا كنا بنعمل فيلم المزار سنه 2016. انا معلش هحكي لانه فيلم المزار مرتبط باللي احنا بنعمله، فهتلاقيني دايما بستشهد بيه. ماشي. فيلم المزار لما احنا عملناه سنه 2016، كان برعايه دير الانبشوي، وكان مع تحت اشراف ابونا بولس الانبشوي، وكان معانا في الفيلم، اعتقد حضرتك اتفرجت عليه لانه اتذاع عندكم في الكارما، كان جميل، موجود الانبا رائع الفيلم. سربامون رئيس نعم. الدير. وربنا يخليك، كان موجود الانبا سربامون رئيس الدير، وكان ابونا بولس المشرف وسكرتير البابا السابق، هو اللي كان متولي الموضوع، هو اللي كان بينتج الموضوع، هو اللي كان بيعمله. فطبعا لما عملنا فيلم المزار، احنا نعتبر عملنا وثيقه تاريخيه عن قداسه البابا شنوده تحت اشراف ناس مصدر ثقه، اللي هو ابونا بولس تحت اشراف الانبا سربامون، ولان الانبا سربامون ما هو طالع معانا في الفيلم، فما حدش يقدر يقول ان الانبا سربامون بعيد عن الموضوع، يعني سربامون طالع وبيحكي وبيقول، هنا وطول انت الفيلم طالع معانا. لخبطتني ولا شويه، انت بتتكلم عن الفيلم المزار ولا بابا العرب؟
انا بحكي لحضرتك على فيلم المزار، انا بقول لحضرتك على فيلم يعني المزار عشان حتى كان منه. فيلم المزار كده واضح ان كان عليه كلام بالرغم من انه الانبا سربامون كان فيه، ولا ايه؟ كده انا فهمت طبعا، صح؟ طبعا طبعا طيب طبعا، كمل طبعا اتفضل. طبعا. لا انا بس عشان يعني فالمهم احنا احنا كل ده بنحكي عن المزار، كمل معانا يا ما قلبي. انا بحكي لحضرتك عن المزار من الاول. تمام فطبعا واحنا بنعمل فيلم المزار، احنا خدنا فيلم المزار اللي هو اللي عجب الناس كلها، طبعا كل الكوادر فيه كانت كوادر على مستوى عالي يعني نشكر ربنا، سواء ان كان على مستوى الفي او كانت الاستاذه نانسي مجدي او نبيل سمير مدير التصوير او كان الفيلم طلع وعجب الناس كلها ونشكر ربنا. الاقي كومنت ان انت عملت حاجه فيها اهانه للبابا، ولا فيها اهانه للكنيسه، ولا فيها اهانه لاي رمز من رموز الكنيسه، ولا حصلت اي مشكله بعد عرض فيلم المزار. الكلام ده احنا متفقين عليه ولا حضرتك سمعتي اي حاجه غير اللي انا بقولها؟ لا تمام. تمام. خدنا فيلم المزار ده عملنا منه فيلم بابا العرب، تمام. والكلام ده كان بس اذا استاذنا الانبا سربامون، قلنا له يا سيدنا احنا عايزين نعمل فيلم ده دراما، قال لنا اتفضلوا يا اولاد انتوا عاملين شغل كويس وربنا معاكم. وابتدينا نشتغل، عملنا الفيلم، دخلناه المصنفات. طبعا فيلم المزار لما نزل مش عايز اقول لك المناوشات اللي حصلت والكلام اللي اتقال والى اخره. اللي انقذ الفيلم هو رد فعل الناس الكويس، انه الناس حبت الفيلم، فما بقاش حد قادر يتكلم انه احنا نوقف الفيلم او نتكلم على الفيلم او نضر الفيلم او يعني كان في لما جينا حاجه في الخلفيه لكن احنا ما حسيناش بيها. في حاجات كتير انا ما كنتش طيب. اتكلم خالص، لانه انا لو حضرتك عندي على الفيس بقالك سنين، انا مش من بتاع شو ولا بحب الشو ولا عايز اعمل مشاكل. انا طالما الامور ماشيه خلاص احنا ما عندناش مشاكل، ما بنعملش مشاكل مع حد. المهم ابتدينا عملنا فيلم البابا ونزل البرومو يوم 16/2. من يوم 16/2/2019، من يوم 16/2 انا مش عايز اقول لك الحرب اللي قايمه والاكاذيب اللي بتتقال والى اخره. فوجئنا بجواب رايح، فوجئنا بجواب رايح للرقابه على المصنفات الفنيه وماضي عليه نيافه الانبا مارتيروس. رحت انا جبت الجواب من الرقابه، قريت الجواب، طبعا جواب كله أكاذيب. رحت مفنط النقط إنه السيناريو أهمل وأهمل وأسقط وأهمل وأسقط وأهمل وإلى آخره، اللي هو في الآخر تطلعي إن أنا مش عامل حاجة أصلاً، يعني أنا مش بتكلم عن البابا، أنا بتكلم عن شخصية تانية. رحت مسكت التقرير ده، قعدت فتحت السيناريو، هو بيقول إن أنا أهملت النقطة الفلانية، طب النقطة الفلانية دي موجودة في المشهد كذا في المشهد كذا في المشهد كذا، طيب. وبيقول إن أنا أهملت النقطة الفلانية، طب موجودة في المشهد كذا وهكذا، إلى إني غطيت كل النقط اللي هم بيقولوا إن أنا أهملتها. ورحت اديت التقرير ده لنيافة الأنبا مارتيروس. بعد ما خد نيافة الأنبا مارتيروس الحقيقة قابلني مقابلة محترمة جدا، وهو راجل في منتهى الذوق وراجل في منتهى المحبة، خد الورق مني، ومع ذلك بعدها ولا أي رد فعل ولا أي كلام. وطبعا الشركة ابتدت تقول إحنا مش هنقدر نشتغل إلا لما ناخد موافقة الكنيسة، لأن هم بعتوا للرقابة على المصنفات الفنية، والرقابة على المصنفات الفنية قالت لهم يعني ده جواب لازم تحلوه، ما ينفعش إن إحنا نسيب المشكلة. المهم طب هي المشكلة بدأت من إمتى يا أستاذ البيت؟ من حوالي اسبوع او 10 ايام، يعني وقت ما حضرتك يعني نزلت على طول وقتها يعني بالظبط. انا حاولت احل ورحت للانبا مارتيروس واديت له الورق وانا عملت اللي عليا. طيب. وقلت لهم، وحتى كلمت الاعضاء اللي موجودين في اللجنه، قلت لهم يا جماعه لما يجي لكم سيناريو حضرتكم ليكم عليه تحفظات، تعالوا نقعد قولوا لي ايه المشاكل. امال هم كانوا بيحكموا على ايه لو ما كانش معاهم السيناريو؟ لا السيناريو كان معاهم، السيناريو راح لهم الشركه ودت، لما قالوا احنا محتاجين سيناريو الشركه ودت لهم السيناريو، ودت لهم خمس نسخ. طيب. لا علشان احنا دلوقتي ما معناش حد من طرف هذه اللجنه، عايزه برضو حضرتك نعرف ايه اللي اتقال منهم وايه الوعود الجديده. انا بقول لحضرتك، ما انا هقول لحضرتك. تمام. فالورق لما راح التقرير اللي جه، انا رديت عليه بيقول ان انت اهملت الجوانب الرعويه والجوانب الكرازيه والجوانب الرهبانيه والجوانب المسكونيه والجوانب. طب يا جماعه يعني انا اولا هفترض جدلا انه انا ما حطيتش الحاجات دي في الفيلم، ان كانت دي محطوطه انا باكد، انا بقول مثلا عشان بس ما حدش يمسك الكلام، بقول مثلا هفترض انه انا حاطط حاجات ومش حاطط حاجات، بتناول جانب واحد من حياه البابا، بتناول جانبين من حياه البابا، انت دورك كرقيب ان حضرتك تحاسبني على اللي مش موجود، ولا دورك انك تحاسبني على اللي موجود؟ اللي موجود ده تقول لي ده صح ولا غلط؟ هي اللجنة دي المفترض ان هي لما بتشوف الفيلم بتشوفه من وجهة النظر الكنسية،
من وجهة إذا كان في حاجات بتهيألي غلط كنسيا روحيا، بالظبط. مش كده ولا انا إيه؟ انت دوره، ايوه بالظبط. يعني انا هي بتشوف، انا عندك اخطاء لاهوتيه، عندك اخطاء عقائديه، عندك اخطاء في الطقس. انت هل انت مثلا بتهين الكنيسه في شيء، بتهين الدوله في شيء، بتهين الرمز اللي انت بتعمل له الفيلم في شيء؟ هو ده بس دورك. انت عندك مشكله في الحاجات دي، حضرتك تقول لي احنا مش هينفع، دي غلطه تاريخيه، دي غلطه لاهوتيه، دي طيب. دي دي. لكن مش دور حضرتك انك تقول لي انت ليه مش حاطط الموقف الفلاني، انت ليه مش بادي الفيلم بالمشهد الفلاني طيب انا المشهد هقرا الخبر الفلاني. معلش، على اساس انه يعني الكلام كان على لسان الانبا مارتيروس ونقلا عن جريده الفجر، واعتبر والخبر كان تحت عنوان اول رد من الكنيسه بخصوص فيلم ايقاف فيلم بابا العرب، انه الانبا مارتيروس رئيس المصنفات الفنيه بالكنيسه الارثوذكسيه قال السبب الحقيقي في الاختلاف انه قد لوحظ التوغل في الجانب السياسي لشخصيه البابا شنوده عن الجانب الروحي والرعوي، لذا لابد من احترام راي اللجنه في المراجعه، ونحن من جهتنا نلاحظ مدى تجاوب كاتب الفيلم مع التعديلات التي ابدتها اللجنه لمساعدته في فيلمه الذي يتوق إليه ويشرف الكنيسة، وأن الحفاظ على سلامة السيرة لحياة البابا شنودة الثالث مسؤولية علينا جميعا. واختتم وقال الأنبا مارتيروس: وبالفعل تم التواصل مع مخرج العمل ألبير مكرم الذي أبدى تجاوبا كبيرا في حل الموضوع والمساعدة وفق حلول مرضية تحفظ لشخصية البابا شنودة وروحانيتها وعمقها، وقد تم مناقشة الأمر وحله. هنا برضو الخبر بيقول وحله، وجدير بالذكر ان تمام. حياة البابا شنودة تم تناولها من خلال الاعمال الدرامية في 3 اعمال فقط، هم فيلم المزار والراعي والبابا والبرية. طيب هنا بقى تمام. الكلام اللي هو بيتقال برضو في الخبر يا استاذ البير، انه تم التواصل معاك وانه في امور تم الاتفاق عليها وهيتم تعديلها، وانه كده المفترض انه في حل، مظبوط؟ هو اللي انا كنت بكمل لحضرتك انه بعد ما انا نزلت الموضوع على الفيس، الانبا مارتيروس تواصل معايا وقال لي، والحقيقه تم تكذيب الجماعه اللي هم عاملين مشاكل، وتولى الامر قدس ابونا. تم ايه؟ تم تكذيبهم؟ الجماعه اللي عاملين مشاكل تم تجنبهم، اتجنبوا تجنبهم. مش تجنبهم. نعم اوكي. تجنبهم. والانبا وتم تولى الامر ابونا مارتيروس فوقيه، قلت ابونا راجل في منتهى الذوق وفي منتهى الادب وفي منتهى المحبه، وقعدت معاه، طلعت التقرير اللي هم باعتينه، طلعت ردي عليه، طلعت السيناريو، قعدنا نقارن الكلام اللي هم قايلينه بالكلام اللي بردودي بالسيناريو، طلع ان الكلام ده كله كلام ملوش اساس من الصحه. الانبا مارتيروس اتبلغ بالكلام ده، ولما الانبا مارتيروس اتبلغ بالكلام ده اكتشف كمان انه الكلام اللي اتقال ما كانش كلام صح، فابتدى انه احنا نشتغل على فكره انه الموضوع بيتحل. طيب كل الكلام اللي اتقال انا فعلا انا خدت منه وعود بالحل، ولانه فعلا اكتشف انه الكلام مش حقيقي، بس لحد دلوقتي انا ما خدتش التصريح. يعني لحد لحظتنا هذه اللي انا بكلم هل مثلا الانبا مارتيروس علشان كان امبارح شفنا احنا وجوده في بالنسبه للاحتفاليه والمعرض الخاص وارد وارد يعني، وارد فهل وارد ممكن وارد اي يكون حاجه. مشغول؟ طب هل انا بس انت بقول برضو لحضرتك ان هو استاذ البير المفترض لما بتقعد برضو مع حد عشان يحل، هل اتفقتوا على وقت امتى ان شاء الله هتديني ولا الموضوع ما هو مفتوح؟ ده اللي انا بسعى عليه، ان انا كنت بكلم ابونا مارتيروس قبل ما اكلم حضرتك. نعم. طلع ابونا قدسك قعدت معايا وقدسك قريت وقدسك يعني اطمنت، قدسك عندك مشكله على السيناريو؟ قال لي لا ما عنديش ادنى مشكله. قلت له تمام. طيب دلوقتي ايه احنا واقفين ليه؟ يعني انا دلوقتي عايز اخد التصريح علشان عايز اشتغل، احنا واقفين ليه؟ قال لي انا هتواصل مع سيدنا وارجع اقول لك. قلت له انا محتاج وقت، انا محتاج افهم، انا هاخد التصريح امتى؟ لو حضرتك محتاج تتاكد من حاجه تاني انا اقعد معاك. وقال لي لا انا مش عايز اتاكد من حاجه والدنيا تمام والى اخره. فبالتالي انا كل الوعود اللي واخدها، طبعا انا بثق في الانبا مارتيروس، بثق في ابوته وبثق في محبته، وعارف انه الراجل يعني لا يحيد عن الحق ولا يحابي. الراجل الصح بيقول عليه صح والغلط بيقول عليه غلط. انا بس عايز ارد على حته ليها علاقه بموضوع التوغل في الشق السياسي. هو حضرتك النهارده في فرق بين ان انا اتكلم بالسياسه وفي فرق بين ان انا اظهر الموقف الوطني للشخصيه. بمعنى النهارده لو انا بعمل فيلم عن قداسه وده البابا على فكره اللي بابا توادرس دايما بيقوله، وكل شويه يتسال السؤال ده ويوضح انه في فرق. تمام. انا لسه بقول لحضرتك تمام. انا لسه بقول لحضرتك اهو، لو انا جيت اتشرف، حتى اتشرفت واتكلفت ان انا اعمل فيلم عن حياه البابا توادرس، ينفع ان انا اتجاهل موقفه في 30 يونيو؟
ينفع انا اتجاهل موقف قداسه البابا في 30 يونيو؟ ما ينفعش ابدا طبعا. نعم، لانه كان جزء مهم من الثوره. صحيح. فلما انا اجي احط البابا في 30 يونيو، البابا تواضروس، ما ينفعش تقول لي انت مطلع مواقف البابا السياسيه. ما هو ده موقف مهم وموقف وطني، يعني كان بوازع وطني. هل حضرتك تسمي ده سياسه؟ هل دي تعتبر تدخل في السياسه؟ ده موقف وطني. تمام. لا. البابا شنودة ما كانش الانبا بولا، ما كانش ابو نفر السائح، ما كانش راجل قاعد في مغاره، ده كان راجل بطرك الكنيسه القبطيه، اكبر كنيسه في الشرق الاوسط، كان راجل بيقابل وفود اجنبيه، بيقابل رؤساء دول، بيحتك برؤساء دول. ازاي انا بعالج الامور وازاي بقول الحقائق اللي حصلت بدون لا هين الكنيسه ولا هين البابا، لكن بوضح مواقف قداسه البابا شنودة الوطنيه اللي هي بيسير على نهجها كل ولاده دلوقتي، اللي اولهم قداسه البابا تواضروس. هل الكلام ده تعتبر تدخل في السياسه يا دكتوره؟ لا طبعا بالطبع لا. امال هو تسمى بابا العرب ليه؟ يعني حتى اسم كونه تسمى ببابا العرب دي نابعه من وطنيته، ونبع اساسا كمان من علاقاته مع رؤساء كثيرين سواء عرب او غير عرب، وانه كان يعني محبوب من الجميع وله ادوار رائعه في مواقف كثير. ينفع انا اتجاهل ده يا دكتوره، وانا بعمل فيلم بيتعرض في السينما العالم كله هيشوفه. طيب. وبعدين انا انت تتضايق ليه لما خرج وطنيه الكنيسه للعالم؟ الناس مش عارفه، لما عملنا فيلم المزار ناس قالت لنا احنا ما نعرفش نص الحاجات او ثلاث ارباع الحاجات اللي انتوا قلتوها. انت تتضايق من ايه لما اطلع الكنيسه لوطنيه الكنيسه وعلاقات الكنيسه ومحبه الكنيسه بطلعها للاخر بشكل ينفع يتفرج عليه وبشكل يناسبه، مع مراعاه ان انا لم اسقط الجوانب الروحيه، لم اسقط الجانب الكرهباني، لم اسقط الجانب الكرامي، لانه ما تقدرش تسقطها يا استاذ البير، لانها دي يعني واقع لا يمكن يعني في مناقشه اي جانب من جوانب قداسه البابا المتناهي البابا شنودة لا يمكن يهمل موقفه يعني او يعني يهمل الجانب الروحي والرعوي، يعني لانه ده دي الفاكت والبيز يعني الاساسيه. طيب. فبالتالي انا ذكرت كل الاشياء والشق بتاع التوغل السياسي هو ده اللي حاصل. اذا كنتوا عايزين ينفع نشيل مواقف البطاركه بتاعتنا، البطاركه اللي بيكتبوا تاريخنا والبطاركه اللي بياكدوا على وطنيه الكنيسه، نشيله من التاريخ، نشيله. صعب ده مش هي. طيب كان في بعض الاراء بتقول لك الجا لقداسه البابا، هل واحنا بنستشهد بمواقف البابا الاخيره وكلامه ومحاولته في انه توضيح الفرق ما بين انك اقحام كنيسه في السياسه او وطنيه او مواطنه او انه بدور وطني، هل يعني تطلب الامر انك تلجا ولا انت ماشي بالطرق؟ لا الانبا مارتيروس بيتعامل معانا بكل محبه وبكل ابوه، وابونا مارتيروس فوكيه متولي الامر بكل محبه وبكل ابوه، والامر محدود جدا علينا احنا الثلاثه، والامر بيتحل بشكل هادي. انا بقول لحضرتك مين انتوا الثلاثه؟ مين انتوا الثلاثه؟ انا وابونا مارتيروس والانبا مارتيروس. تمام اوكي. يعني تمام. احنا فالموضوع المفروض انا واحد وعود بالحل، والانبا مارتيروس صرح لاكثر من موقع ان الموضوع اتحل، وانا اثق في ابوته واثق في محبته، بس انا لغايه دلوقتي ما خدتش اي تصريح. يبقى بس انه ما فيش وعد بانه امتى الميعاد بالنسبه للتصريح، وفي نفس الوقت انه يعني انت بتستعجل نيافه الانبا مارتيروس طالما انه كان في تفاهم بالامر كده انه الامر ما يتاخرش. طالما الامور اتحلت واكتشفنا انه الحاجات اصلا اغلبيتها موجوده، الكلام ده كله كلام غير عاري تماما من الصحه، فدلوقتي انا موقفي سليم 100%. يعني انا محتاج التصريح علشان نبتدي نشتغل. انا مش انا بس ده اللي انا محتاج افهمه، لكن تمام. هو الراجل مهتم ومتفهم وبيتعامل بمحبه وبيتعامل بابوه وعامل معايا كل حاجه ممكن اعملها. خلاص ده حلو قوي. انا برضو قبل ما حضرتك تختم عجبني قوي راي الاستاذ رمزي بشاره، لانه انا بعتبر ان الراي ده مش لمشكله فيلم حضرتك بس، ولكن لمراجعه الافلام عموما. لا. فالحقيقه انا محتاج اقول كمان حاجه بخصوص الرقابه. انا اسف قبل ما تدخلي في راي الاستاذ رمزي، انا محتاج اقول حاجه. اولا لابد في اي لجنه تقوم بمراقبه اي شيء ان تكون لجنه على الحياد، بمعنى انه انا ما ينفعش يبقى في ممثل جوه الرقابه بيمثل في الافلام اللي بيراقبها، ما ينفعش يبقى في واحد بيراجع النصوص تاريخيا قبل ما يدخلها الرقابه. ما حضرتك بتراقب على نفسك، انت الحكم والخصم في نفس الوقت. فأي رقابة لابد أن يكون أعضاءها أعضاء محايدين. أنا كألبير مكرم لو جم قالوا لي تعالى اشتغل في الرقابة على المصنفات الكنسية، أقول لهم أنا مخرج،
المخرجين اللي بييجوا يقدموا والكتاب اللي بييجوا يقدموا في بيني وبينهم منافسه، فرايي مطروح وما ينفعش ان انا اكون انا رايي هيبقى راي غير محايد. فاي لجنه لابد ان يكون اعضائها محايدين. زائد فين الشباب من اللجنه؟ حضرتك اللجنه كلها اعضائها مع احترامي لكل ابهاتنا وكل اساتذتنا وكل دكاترتنا في الجامعه سنهم معدي ال 60. كم حد، كم عضو في اللجنه دي؟ احنا مش هنتطرق لاسماء، لكن هم كم عضو تقريبا؟ ايوه معانا معاك، وانا هتطرق لاسماء لانه برضو نظرا لعدم وجود الجانب الاخر انه يتكلم، فاحنا بس بنعرض المشكله. ما تقوليش استاذنك، بس ما تقوليش اسماء وانا لا، انا بقول لك هم كم حد يا استاذ البير؟ هم خمسه. تمام، هم خمسه. الخمسه دول ما فيهمش واحد سنه 35، ما فيهمش واحد سنه 40. فحضرتك بتكلمي الدنيا تطورت، السيناريو تطور، الاخراج تطور، الفكر تطور. طيب، هل برضو حضرتك عرضت الامر ده على نيافه الانبا مارتيروس على اعتبار انه؟ لا، انا ما عرضتش لحاجه، لان انا دلوقتي انا دلوقتي الحقيقه في مشكلتي، لكن انا بتكلم على انه هل ينفع حضرتك يبقى في واحد هو الحكم والخصم في نفس الوقت؟ المفترض لا طبعا، وده برضو يمكن أمر أتمنى بقى أن كل المعنيين بالأعمال الفنية أن هم برضو يطالبوا بأنه يكون في مراجعة لهذه اللجنة. يعني ده اللي قاله رمزي، أو شيء اللي قاله رمزي أنه بيتكلم أنه بس يعني طبعا رمزي أنا هقرأ برضو، خليك معايا علشان لو ليك تعقيب أخير بالنسبة للأستاذ رمزي بشارة. الحقيقة قال خلاصة الكلام في اللجنة الفنية لمراجعة الأفلام: يا فلان نصك رفض لأنك أغفلت الجانب الروحي أو الأدبي أو الكرازي أو التعليمي أو العلمي أو من شخصية فلان، باعتبار أن النص يتناول إحدى السير. ونقول هل تعلم أن القديس يوحنا الحبيب أغفل التحدث عن قصة ميلاد المسيح ولم يذكر سلسلة الأنساب وبدأ إنجيله بالبدء، في البدء كان الكلمة؟ هل تعلم أن فيلم حياة المسيح الأشهر مأخوذ عن الإنجيل بحسب ما كتبه الرسول لوقا فقط؟ هل تعلم أن متى كتب لليهود ومرقس وللرومان ولوقا لليونانيين ويوحنا للعالم المسيحي؟ هل تعلم أن متى اهتم بالجانب الخاص بتحقيق النبوءات وتتميم الناموس بينما اهتم مرقس بالتحدث عن عمل المعجزات وخدمة المسيح للناس، بينما لوقا كان حريصا على إظهار الجانب التاريخي والخلاصي ويوحنا كان مهتما بالجانب اللاهوتي وإظهار أن المسيح هو الكلمة المتجسد؟ هل تعلم أنه لو فكر الناس بنفس الطريقة وقت كتابة الإنجيل لرفضوا ما دونه متى ومرقس ولوقا ويوحنا وطلبوا بإنجيل مجمع يظهر كل جوانب شخصية السيد المسيح؟ هل تعلم أن الأعمال الفنية تقيم فنيا في المسابقات والمهرجانات الفنية فقط؟ وهل تعلم أن هناك لجنتان وحيدتان لهما أن تقيم العمل وتنتقده فنيا، لجنة الجمهور ولجنة النقاد وآراء هؤلاء وأولئك غير ملزمة؟ هل تعلم أن من يوافق أن عمله الفني يراجع فنيا من قبل لجنة يستاهل اللي يحصل له؟ هل تعلم أن دور أي لجنة مراجعات تتبع مؤسسة دينية هي مراجعة الأعمال التي تقدم لها دينيا فقط، وأن رأي فني وأي رأي فني يتعلق بالنص وتقنيات الكتابة وطريقة السرد يعد تجاوز في حق المبدع؟ هل تعلم أن رفض اللجنة لنص ما أو تعليقها عليه يجب أن يكون غير نابع عن آراء أو وجهات نظر، ولكنه مسبب ومدعم بأدلة وحجج وبراهين في صفحة كذا مكتوب كذا، وهذا الكلام به خطأ عقيدي أو طقسي أو تاريخي؟ حياة يعني أوجز الحياة الأستاذ رمزي بشارة، وهو فنان أيضا وبرضه بيشارك في كثير من الأعمال، عشان كده أعطى نفسه الحق في أنه يعلق. وأعتقد أن إحنا كلنا يا أستاذ ألبير بنأمل انه فعلا تتحل المشكله دي ويكون في تحديد وقت من نيافه الانبا مارتيروس. يا فندم الموضوع طايلنا كلنا، وانا هقول تعقيب اخير قبل ما اقفل عشان انا طولت على حضرتك. الموضوع طايلنا كلنا، وكل الشباب متأذية جدا من الوضع، لانه اللجنه لا تجيز اي شيء، مجموعه واحده هي اللي بتشتغل، واعتقد هذا لا يليق بالكنيسه. اللي انا عايز اقوله انه لو اي اتهام ان احنا بنشوه صوره حياه قداسه البابا، ان احنا بنشوه الرمز اللي احنا بنشتغله، ان احنا بنشوه اي علاقه الكنيسه بالدوله، من فضلكم ارجعوا لفيلم المزار. سؤال يعني كلمه اخيره، لو حضرتك بتتكلم انه انا اهملت جانب من جوانب حياه البابا، من فضلك قول لي فيلم الراعي اللي انت اجازته هو بيتكلم عن انهي جانب من حياه البابا؟ بيتكلم عن جانب واحد، فتره الشباب وما قبل الرهبنه، وده انت اجازته وانت اللي عرضته، واعتقد مستواه معروف وباين للجميع. فبالتالي ارجوك يعني احنا تمام
مش هنقا، احنا كل اللي بنطلبه انه يكون في فعلا نظرة موضوعية، لانه يمكن زي ما قال رمزي بشارة هنا، انت بتتكلم حتى الاناجيل، كل انجيل تناول حياة المسيح من جانب مختلف عن الانجيل الاخر، وانه شخصية ثرية مثل قداسة البابا شنودة المتنيح بالتأكيد ايضا في تناولها هيكون في جوانب مختلفة، جانب ممكن يلقى الضوء عليه أكثر من الجوانب الأخرى، ولكن لا إهمال للجوانب الأخرى. إحنا هنشوف البرومو بتاع الفيلم، وبنشكرك جدا أستاذ ألبير مكرم وجود حضرتك معانا، وبنتمنى من كل قلوبنا زي كتير جدا وتعليقات كتير جدا كانت على مواقع التواصل الاجتماعي بتتمنى إن الموضوع ده يتحل، لأن إحنا كلنا نفسنا نشوف فيلم بابا العرب، وأفلام كتير كمان أيضا لسه مازال في فرص من ثراء حياة البابا شنودة إنها تتعرض كمان، يعني مش ده النهاية، وكل فيلم بياخد جانب من الجوانب، فبنتمنى الحقيقة انه الموضوع والامر يتحل. بشكرك استاذ البير، هنشاهد مع حضراتكم البرومو اللي نزل عن الفيلم الى الان. مصر في مهجتي، نحن لا ننسى على مدى الدهر ما صنعه البابا شنودة في حياتي، واهواك يا مصر عمق الهوى، فكان قائدا للوحدة الوطنية في وطننا، إذا غبت عنك ولو فترة ترك أثرا عظيما، أذوب حنينا أقاسي النوى، إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأب شنودة بابا الإسكندرية، إذا عطشت إلى الحب يوما بحبك يا مصر قلبي ارتوى، نوى الكل رفعك فوق الرؤوس، وحقا لكل امرئ كل ما نوى. معاكم اخبارنا، والحقيقه احنا كنا عرضنا انه انه المحامين هيئه دفاع عن الدفاع عن الراهبين اشعيا وفلتاوس كانوا تقدموا رسميا بالطعن اللي هو يعتبر النقد على حكم الاعدام في قضيه مقتل انبا ابيفانيوس اسقف ورئيس دير ابو مار. وبس الجديد انه احنا بعد ما بيتقدم الطعن او النقد بننتظر تحديد جلسه لنظر النقد، المتوقع انه ده ياخد سنه حتى يتم نظرها، وهنتابع وهنشوف مع المحامين طبعا الدنيا بتمشي ازاي في الحلقات اللي جايه. اما حول محاكمه قضيه سيده الكرم النهارده، وكان في برضه قضيه دلجه، فكان المفروض استأنفت جلسات محاكمه 25 متهم في قضيه سيده الكرم السيده سعاد بالمنيا، والمعروفه اعلاميا بتعريه سيده الكرم، كان تنحت هيئه المحكمه الدائره السادسه عن نظر القضيه في مارس الماضي لاستشعار الحرج، واحالت اوراق القضيه لمحكمه استئناف بني سويف لتحديد دائره اخرى، والنهارده كان المفروض نظر القضيه وتاجيل قضيه سيده الكرم ومقتل ابتي دلجة بدير مواس وحرق منازل الكرم ل 29 يوليو للاستماع لضباط ابو قرقاص وضبط المتهمين، وده نقلا عن الاستاذ نادر شكري حول جلسة اليوم. بالنسبة للطالبة مارلين طالبة صفر العربي، فالحقيقة احنا برضو في متابعة من خلال الاخبار اللي بتنزل على لسان الاستاذ اسحاق سعد والد الطالبة، بيقول انه ابنته مارلين المعروفة عالميا حاليا بطالبة صفر العربي اجابت خلال امتحان مادة التاريخ اجابات نموذجية، فضلا عن اجابتها النموذجية في امتحاني الفلسفة والمنطق والاقتصاد والاحصاء، وطالب والد مارلين وزير التعليم باعادة امتحان نجلته لمادة اللغة الانجليزية بعدما أثرت واقعة اللغة العربية سلبا على امتحان اللغة الأجنبية، واحنا بنضم صوتنا لصوته يا رب يكون في موافقة. وكمان جدير بالذكر طبعا احنا عارفين الواقعة، وكان والد مارلين معانا قبل كده واتكلم انه اللي حصل ان هو حرر محضر اثبات بمركز شرطة ابو قرقاص بعد ما تم اختارها من الكنترول بان ورقة اجابتها في اللغة العربية الخاصة بها بيضاء، وده اللي نفته الطالبة في محضر إثبات الحالة، والمفروض أنه بيطمننا برضو والد مارلين، وبيقول أن مديرية التربية والتعليم المفروض أن هي بتجري تحقيق في الواقع، نتمنى إنصاف للطالبة مارلين، لأنه يعني صعب قوي يا جماعة أنه يعني في حد يدخل الامتحان وما يجاوبش خالص، وفي نفس الوقت طبعا كان فكرة أنه تيجي تقول لها يعني قبل وهي أثناء الامتحانات برضو وتأثر على نفسيتها سلبا، أعتقد ده برضو مش كويس.
بالنسبه بقى للاشاعات اللي بتكتر كتير، ما اعرفش ايه ايه الموضوع ده ومين اللي بيصدروا الاشاعات دي. كل مره عندنا اشاعه وبيتم الرد عليها او نفيها. فكان في اشاعه طلعت على برشيت مغاغه ان هم حذفوا اسم البابا توادروس من الطقوس الكنسيه، فرد بيان من برشيت مغاغه، والبيان بيقول بينفي طبعا هذا الامر، وبيقول ان احنا ملتزمين كباقي الابرشيات بالطقوس الكنسيه ولم نحذف منها اسم البابا توادروس. كمان مطران المنيا للاقباط الكاثوليك بيقول ان اوضاع الاقباط افضل كتير في عهد السيسي. قال الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك إن أوضاع الأقباط أفضل كثيرا في عهد السيسي، فهو رجل محترم جدا عفي اللسان، لم يكذب يوما على شعبه أو يتطاول حتى على العدو، ويعلمنا دائما أن نحترم الآخرين. وأضاف إن الرئيس السيسي يحب المصريين مسلمين ومسيحيين بحق، ويعمل من أجلهم ويبذل مجهود جبار للارتقاء بالبلد. وقال أنا أحييه بشكل خاص نظرا لأنه لم يقل أبدا مسيحي ومسلم، لذا علينا كشعب أن نساعده في جميع المجالات، خاصة بعدما أعلن أن أولويته في الفترة المقبلة هي الاهتمام بالفقراء، وبعد مجهوده في المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى محاربته الفساد والبيروقراطية، وهذا ما نحن في أمس الحاجة إليه. وده كان كلام الأنبا بطرس فهيم عن الرئيس السيسي. ايضا الانبا بطرس فهيم كان له تصريح اخر حول تاريخ الاعياد، وكان بيقول ان هو ملهوش علاقه بالعقيده. قال ان قضيه توحيد مواعيد الاعياد بين جميع الطوائف المسيحيه من الامور التي ليس لها علاقه بالعقيده، بل هي من الامور التي تخص التقويم والحسابات الفلكيه والتاريخيه والتقديريه لميلاد السيد المسيح. وتابع الأنبا بطرس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لجريدة الدستور المصرية أن جميع الطوائف المسيحية لا تعلم متى ولد المسيح بالتحديد، هل ولد في موسم الشتاء أم الصيف، هل من الطبيعي أن يحتفل بنحتفل بيوم ميلاده بحسب التقويم القبطي أم التصحيح الغريغوري. وأوضح في الحقيقة هناك جدال حول العالم الذي شهد ولادة العام الذي شهد ولادة السيد المسيح، حيث يعتقد بعض الدارسين أن المسيح ولد بين السنتين الرابعة والسادسة قبل الميلاد، لذا أطالب جميع الطوائف بالتمسك بمعنى العيد لا توقيته، وأنه ده أملنا أن يكون كل المسيحيين في العالم كله يحتفلوا بيوم واحد لميلاد المسيح ويوم واحد لصلب المسيح. ده أملي ونفسي قوي أشوفه في حياتي يعني. متحدث الكنيسة يكشف أسباب عدم مناقشة فكرة توحيد المعمودية، وانتوا برضو كان في موضوع ليه علاقة بموضوع المعمودية بين الطائفتين أو بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. والقس بولس حليم قال ان لم يتم تناول هذا الموضوع خلال الاجتماعات المجمع المقدس، وقال ان الحوارات المسكونيه تتم بين الكنائس بواسطه لجان ممثله لكل كنيسه على حده، وبعد الدراسه والبحث والوصول لاي اتفاقات بيتم طرح هذه النتائج على المجمع المقدس لاتخاذ القرار، لذا لم يرفع الامر للمجمع المقدس بعد. حول كان في تدشين كنيسة ماريمينا والبابا كرولس بميت غمر الأيام اللي فاتت، ودشنها نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وتوابعها يوم السبت في احتفالية عيد ماريمينا. خبر إن البابا توادروس هيزور العراق إن شاء الله دولة العراق منتصف الشهر المقبل، حيث قالت مصادر داخل سفارة العراق بالقاهرة إن قداسة البابا توادروس وافق على دعوة السفير أحمد نايف الدليمي بزيارة العراق. وأكدت المصادر أنه من المتوقع تكون زيارة البابا العراق إن شاء الله منتصف الشهر المقادم، مشيرا إلى أنه جاري تحديد موعد الزيارة والتنسيق بين الجانب المصري والعراقي. وهذا الخبر نقلا عن الدستور، وهنشوف طبعا لما يكون في تأكيد من الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة. تكريم جميل جدا لمصري، أو يعني مصري قدر أن هو يشغل منصب نائب وزير داخلية باستراليا، وهو نجيب قلدس سعيدي من أسيوط. ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تواصلت مع نجيب قلدس نائب مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز سابقا، وأحد المصريين أصحاب الدور الفعال والبارز في أستراليا، لما حققوا من إنجازات عدة خلال فترة عملي حتى شغل منصب نائب وزير داخلية مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز، كما تولى التحقيق في عدد من القضايا الدولية المهمة. وأعربت وزارة الهجرة عن فخرها وسعادتها بما حققوا من مسيرة نجاح وعطاء كبيرة في عمله كمصري في الخارج. ومن جانبه وجه نجيب قلدس شكره للوزارة وزارة الهجرة على تواصلها معه وتهنئتها له، وأكد اعتزازه التام بمصريته، وبالرغم كل الفترة دي من الهجرة خارج مصر، لكن الطباعة المصرية ظلت متأصلة فيه وقادته نحو ما وصل إليه من نجاح في عمله. فخورين جدا لما بيكون في مصر كده متميز في أي مجال، وبنقول له دايما إلى الأمام. والحقيقة طبعا النماذج المصرية الرائعة يعني بجد، يعني دكتور مجدي يعقوب و
نماذج كتيرة جدا بنبقى سعداء بيهم، وزويل طبعا، وكثير من الأسماء برضو ناجحين على فكرة في مستويات كتير قوي. قد إيه دي بتؤكد لنا إن المصري متميز، ولما بيلاقي الفرصة بيبرز أو بيثبت هذا التميز. نتمنى إن في مصر كمان نشوف كوادر رائعة، وإنه يكون في اهتمام بالكوادر دي، ومش تطلع بس بره وتتفوق، ولكن نشوف نماذج وكوادر جميلة في مصر أيضا متفوقة. في جدل شوية، والمفروض في كندا اليومين الجايين هيكون في انتخابات. الحقيقة جاستن ترودو، واحنا كده بنتكلم عن مسيحي الشرق الأوسط والعالم، ففي حاجتين عن جاستن ترودو. حاجة منهم ان هو منع المسيحيين المؤيدين للحياة من التمويل الفيدرالي. يعني ايه مؤيدين للحياة؟ يعني هم مش بيدعموا الإجهاض، وده كان أثار جدل الحياة الفترة اللي فاتت. وفي الفترة اللي فاتت كانت في تصريحات جاستن ترودو رئيس وزراء كندا المعادية للمسيحيين الإنجليين، ولكن لما العجب وميوله، وده عن نقلا عن لينجا، موقع لينجا، فبيقولوا الحياة أنه في ميول شيطانية باتت معروفة من تأييد الإجهاض، القتل الرحيم، تشجيع المثلية الجنسية، استقبال الإرهابيين على أرضه على أراضيه، وانتهاء بتهميش المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط. وفقا لبند سابق قدمه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يمنع المسيحيون المؤيدون للحياة من التمويل الفيدرالي ما لم يدعموا حق المرأة في الإجهاض. ده المفروض منافي للدستور، يعني على ما أفهم يعني بصراحة، لأنه المفترض لكل شخص حق في أنه يؤيد أو يعارض أي شيء، فإن هو يمنع عنهم التمويل الفيدرالي دي كارثة الحقيقة. الوزير المعمداني الكندي ستيف لونج بيحكي قصته مع ترودو بمرارة، بيقول أنا قابلته 3 مرات، من المحزن أن اللقاء الأخير معه في مكتبه كان مخيبا للأمان للغاية، أخبرني أن المسيحيين الإنجليين هم أسوأ جزء في المجتمع الكندي. عداوة ترودو تجاه المسيحيين ليست فقط ضد الإنجليين، أصبحت كندا في عهد ترودو ايضا مكانا غير مرحب جدا به جدا للمسيحيين الذين يفرون من الاضطهاد في الشرق الاوسط. وعند سؤالي عن انتماءاته الدينيه، يدعي السيد ترودو انه كاثوليكي، ومع ذلك فهو لا يظهر في سلوكه اي صوره للهويه المسيحيه او التمسك بالقيم المسيحيه. كل هذا غريب للغايه. في الواقع سلوكه تجاه المسيحيه عقابي بكل صراحه، ودفع الاجهاض الجماعي والقتل الرحيم والغاء التمويل لجماعات مسيحيه الكنيسه، تجاهل الاضطهاد المسيحي وغيرها. ربما سيتم الكشف عن الحقيقة بمجرد إقالة جاستن من منصبه، والتي من المرجح أن تكون في انتخابات أكتوبر. وعشان في انتخابات أكتوبر بيغازل المسلمين الحقيقة قبل الانتخابات العامة، جاستن ترودو وجه الدعوة لمسلمي بلاده للتصويت للحزب الليبرالي الذي يترأسه في الانتخابات العامة المتوقعة في أكتوبر المقبل. وأكد في كلمة ألقاها على هامش مأدبة الطعام أقامتها منظمة تعنى بشؤون المسلمين في كندا، أنه إذا كنا نريد أن تمضي كندا قدما وتنهض وتحتل المكانة التي تستحقها، فرجائي منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم من أجل الانتخابات. شدد جاستن ترودو على أنه يحارب الإسلاموفوبيا دائما، وقال أنه لا يرغب في ذكر أو سماع هذه الكلمة أبدا في بلاده، وأكد أنه لن يسمح لتعرض أي مجتمع للظلم أو إخضاع أفراده لمعاملة مواطنين من الدرجة الثانية. كندا هتشهد الانتخابات البرلمانية في 21 أكتوبر المقبل لاختيار 338 نائب في البرلمان الاتحادي. هل سيبقى وهل سيصوت الكنديون لاستمرار جاستن ترودو أم لا؟ ده اللي احنا طبعا منتظرينه في أكتوبر. أما ألمانيا بقى، فكان في الحياة تحذير من خطر اليمين المتشدد. وزير الداخلية الألماني اليومين اللي فاتوا هورست سيهوفر قال أن التطرف اليميني أمسى في نفس درجة خطورة العنف الإسلامي، وأشار الوزير أنه كان في حادثة اليومين اللي فاتوا هي مقتل سياسي في مدينة كاسل على يد شخص يشتبه في كونه من اليمين المتشدد، وده كان في وقت سابق من الشهر الجاري. واللي حصل ده للمقتل هذا السياسي دفع وزير الداخلية إلى بذل كل ما بوسعه لزيادة الإجراءات الأمنية، مشددا على أن ألمانيا ملزمة بحماية من يتعرضون لتهديدات المتطرفين. كان في عدد من الساسة المحليين اللي رحبوا باستقبال طالب اللجوء في مدنهم قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل متطرفين يمينيين. والحقيقة في تقارير كتير عن موضوع ازاي تنامى، يعني انه ليه حصل تنامي لهذا اليمين المتطرف. يمكن احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده من وقت حادث نيوزيلندا، فكان في تقرير ترجمته لينجا كان عن الجرائم ضد المسلمين في الغرب هي نتيجة لجهود تركيا والإخوان لفرض الإسلام عن الغرب على الغرب. وانا كنت في حلقة خاصة كده جبت لكم برضو ايه الحاجات اللي بتؤكد انه في
انه الحديث واردوغان بالتحديد وازاي ان هم عايزين يكون في توغل للاسلام في الغرب بشكل شكله ايه، وانه اللي بيقودوا هذا الامر اردوغان والاخوان المسلمين، وللاسف ان هم نشروا الاسلام المتطرف في الغرب وفرضوا ايديولوجيتهم من اجل خلق جيل شباب من المسلمين يعمل على اقامه دوله اسلاميه في اوروبا، وبيطالبوا وكانوا طالبوا قبل كده في الدنمارك بتنفيذ بالحكم بالشريعه الاسلاميه، وبنشوف في لندن وبنشوف في حتت كتير جدا ازاي انه في دلوقتي موضوع خطاب الكراهيه ضد اوروبا اللي كان بيرعاه اردوغان، وازاي ان هم بيحثوا المسلمين اللي موجودين في اوروبا ان هم يعملوا دوله اسلاميه. وهم مين اللي بيحسوا ده؟ جماعه الاخوان المسلمين واردوغان اللي دايما بيخططوا لاسلامه اوروبا. الحقيقه التقرير حلو قوي، احنا نشرناه يعني حطيناه عندنا على صفحتنا نقلا عن موقع لينجا، وازاي ان هو برضو بيشرح التفاصيل يمكن انا كنت تطرقت اليها زي ما بقول لكم في حلقة خاصة قبل كده، ومعروفة أمور معروفة كتير، وكان في تقارير كتيرة جدا، وموضوع أردوغان حتى أنه حتى بعد موضوع نيوزيلندا إزاي أنه استفاد بالموضوع ده وعرضه في أثناء خطبة شعبوية للشعب. وانتوا شايفين النهاردة أردوغان خسر إسطنبول، المعارضة هي اللي فازت بإسطنبول بعد ما عمل كل مجهوداته وقعد يطعن في صحة الانتخابات اللي فاتت علشان يقول إن كان في تزوير، وفي الآخر الشعب فاجئه بعد ما كان فرق بسيط المرة اللي فاتت بين علي يلدرم والمعارضة، فالنهاردة أو يعني التقارير بتقول إن 75,000 فرق النهاردة. هنتناول الخبر ده بعد قليل. بومبيو لمنتهك الحريات الدينية بيقول واشنطن ستحاسبكم. عندنا برضو بومبيو بيقوم بجولة عشان خاطر إيران، ولكن الجانب اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بسرعة ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان يوم الجمعة اللي فاتت صرح على أعلن نتائج تقرير الحريات الدينية خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، وشدد بومبيو على معاناة الكثيرين من القمع والسجن بسبب معتقداتهم الدينية، وقال ان السعي لاحترام الحريات الدينية يمثل أهمية أساسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقضية شخصية بالنسبة له. وأضاف أيضا إن هو كأمريكي، بيقول بومبيو أنا كأمريكي بوركت بالاستماع بالاستمتاع بالحريات الدينية وهي أولى الحريات هنا في الولايات المتحدة. وأضاف بومبيو أن الوضع ذاته لا ينطبق على الدول الأخرى حيث يتم قمع الأشخاص، يكبلون، يرمون في السجون، وقد يقتلون لاتخاذهم قرار الإيمان من عدمه أو العبادة فوق ما تملي عليه ضمائرهم أو لتربية أبنائهم وفق معتقداتهم أو للتحدث عنها علنا، بل قد يضطرون للتجمع خفية كما فعل الكثيرون منا لدراسة الإنجيل والتوراة والقرآن. هو الحقيقة بيتكلم عن الحرية الدينية في دول كثيرة من دول العالم، واللي بيمارسوا قمع على أي أقلية دينية سواء المسيحيين في الشرق الأوسط أو سواء برضو بعض الجماعات المسلمة في بعض الدول. تم أيضا اكتشاف جرن معمودية خلال أعمال ترميم كنيسة المهد في بيت لحم. أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم كنيسة المهد في بيت لحم جنوب الضفة الغربية الوزير زياد البندك عن اكتشاف جرن معمودية خلال أعمال ترميم كنيسة المهد، وقال البندك خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي في كنيسة المهد أنه خلال أعمال ترميم جرن المعمودية القائم في الممر الجنوبي للكنيسة جناح الكنيسة الجنوبي، وخلال أعمال الدراسات والتحليل الأثرية الأولية لحجر المعمودية والتي تسبق أعمال الترميم، تم كشف وجود جرن معمودية آخر دائري الشكل، وتم إخفائه داخل جرن المعمودية القائم ذي الشكل الثماني زي ما أنتوا شايفين كده، وأنه بيقول برضو أنه مصنوع من حجر مشابه لحجر الأعمدة. جميل جدا الحاجات دي كلها اللي بيكون ليها طبعا يعني بتعرفنا التاريخ والآثار الجميلة. في جريدة مغربية كانت بتقول غضب فلسطيني من زيارة مدعي النبوءة لمدينة النصرة. موقع المغرب اليوم نشر تقريرا أعلن في حالة الغضب اللي بيعيشها بعض الفلسطينيين بمدينة الناصرة احتجاجا على السماح لمدعي النبوءة الملياردير النيجيري تي بي جوشوا بزيارة المدينة. مسقط رأس السيد المسيح وصفوه بالدجال، وهم يعني بيعتبروا ان هو مدعي نبوءة والكلام ده كله، وكان برضو بيقال انه كان في موافقة بلدية المدينة على السماح له بإقامة مهرجان يحضره أنصاره في مدرج جبل القفزة اللي جهز سابقا خصيصا لاستقبال بابا الفاتيكان في الناصرة قبل 10 أيام.
هنشوف لو في ردود فعل، لان هو المفروض انه كان وصل من امبارح وقاعد امبارح والنهارده، فهنشوف لو في ردود فعل على هذا الخبر. الكنائس النمساويه تقرع الاجراس، لماذا اختارت الكنيسه الكاثوليكيه في النمسا يوم 26 يوليو المقبل لدعوه القوى الدوليه لاتخاذ اجراءات ضد الجوع في العالم؟ وقالت مصادر في الكنيسة النمساوية أن أجراس الكنائس سوف تدق بكثافة في هذا اليوم بالتعاون مع الإبرشيات في جميع أنحاء ألمانيا لتنبيه العالم لخطر الجوع. وأشارت المصادر لمؤتمر أساقفة النمسا الصيفي أنه قرر أن يكون قرع الأجراس في الثالثة مساء تذكارا لموت المسيح على الصليب. يوجد حاليا 821 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الجوع، وهذا الرقم للأسف في ارتفاع، حيث حذر الأساقفة من أن الوضع سيء بشكل خاص في أفريقيا، حيث يعاني كل طفل من بين 3 من سوء التغذية المزمن. ودعا مؤتمر الأساقفة لدعم جهود الإغاثة اللي قامت بها كاريتاس النمساوية هذا العام، واللي تريد مساعدة 40 ألف أسرة على الهرب بشكل مستدام من الجوع. أما في الهند فكان في 14 قتيل في تحطيم خيمة أثناء احتفال ديني في الهند. قتل ما لا يقل عن 14 شخص وأصيب أكثر من 50 بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في انهيار خيمة كبيرة في ولاية راجستان شمالي الهند. كان في نحو 300 شخص تجمعوا أثناء حفل ديني في الولاية الواقعة شمال غربي البلاد. البابا فرانسيس بيقول للشباب لا تشك أبدا إن الله يحبك مهما حدث لك في الحياة. والحياة ده يمكن عايزينه يكون دايما شعار، ان مهما بتقابلنا مشاكل لكن خلينا دايما فاكرين ان ربنا بيحبنا، وان ده بيبقى زي كده ما بيحصل انصهار للذهب علشان يجهزنا اكتر ان احنا نتحمل اي امور في الحياة. قال البابا فرانسيس ان التطويبات ليست للاشخاص الخارقين بل لمن يواجهون التحديات والمحن اليومية. وكتب عبر تدوين على الفيسبوك: ايها الشباب الاعزاء، اود ان اقول لكم لكل واحد منكم لا تشك أبدا إن الله يحبك مهما يحدث لك في الحياة، في جميع الظروف أنت محبوب إلى أقصى حد. كلام جميل جدا. نروح بقى لمصر، وهتحاول إن أنا بسرعة كده أكلمكم عشان نحاول برضو نقول لكم إيه اللي حصل في العالم، فهحاول إن أنا أختصر شوية بالنسبة لمصر. للأسف كان في قتلى وجرحى مدنيون في هجوم مسلح قرب مطار العريش بشمال سيناء. مصادر أمنية مصرية قالت إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون إثر هجوم مسلح على عمال مدنيين كانوا قرب مطار العريش بمحافظة شمال سيناء. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم استهدف موقع تحت الإنشاء، وده كان قرب الكمين اللي هو أبطال 14 اللي تم استهدافه أول أيام عيد الفطر. العمال دول تبع إحدى شركات المقاولات اللي بتطور المنطقة، وأفادت المصادر إن الهجوم يأتي بعد يوم من فشل محاولة اختطاف سيارة تابعة لإحدى الشركات المدنية بعد إنزال ركابها والسير بها في الصحراء. للأسف ربنا يعني يحمي كل الناس اللي في محيط منطقة العريش وشمال سيناء. اليومين اللي فاتوا كان في إصدار لسيناء، والإصدار ده كان على شكل فيديو وجددوا فيه العهد لأبو بكر. كان في آخر الإصدار ده تجديد العهد لأبو بكر. كان الصور دي من الفيديو، احنا بس حبينا خدنا الصور علشان خاطر ان احنا ما نعرضش الفيديو. فهو كان نرجع للصورة، كان اسم الاصدار والعاقبة لنشوف، معلش نرجع للصورة، والعاقبة للمتقين من ولاية سيناء. ما زلنا ماضينا على عهد، ثابتين في قتال مش عارف ملل الكفر وايه وايه. لكن كان في تعليق بقى انه جه الاصدار ده كان بعد نحو 48 ساعة من وفاة محمد مرسي، وبعد نحو شهر من استلام مصر الإرهابي هشام عشماوي، وشهر من ظهور تأخر خمس سنوات لزعيم داعش أبو بكر البغدادي. وقالوا أنه الفيديو ده مبايعة جديدة لأبو بكر البغدادي دون تحديد ما إذا كان التسجيل قديم ونشر الآن أم بعد وفاة مرسي. ولا أول مرة بيقدم فيديو للولايات الإرهابية صورا من مشاهد ضرب الجيش المصري الإرهابيين. قلب لنا معلش الصور المتاحة معنا بسرعة كده زميلنا، لأنه كانوا عارضين إن هم اتهزموا في بعض يعني المواجهات من الجيش المصري. فالحقيقة إنه ده برضو كان أثار يعني شوية، طب انتوا حاطين إنه فيه هزيمة ليه؟ فالمهم ان هم كانوا عاملين معاها ايات من الصبر والعافيه الحسنه، وظهرت مشاهد لتصفيه ارهابيين مع مزيد من التحفيز والتوصيه بالصبر. اللواء نصر سالم وكيل المخابرات الحربيه السابق قال ان الفيديو جرى تصويره قبل وفاه مرسي مش بعده، وان الغرض منه طلب التمويل، وان كافه الامور مستتبه، مستعرضين تطور في التصوير والمونتاج.
وأكد الخبير العسكري أن الفيديو ليس سوى ركوب الموجة وعمل بروباجندا وبلبلة وتعود عليها التنظيم من آن لآخر. وقال اللواء نصر سالم أن الأسلحة اللي ظهرت في الفيديو أسلحة خفيفة، هم في الصورة الأولى كان في أسلحة وهي الصورة دي برضو من الجنب، وقال لك أن الأسلحة دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي أسلحة خفيفة وليست متطورة، وأن اختيار التوقيت الحالي للدعم المعنوي وركوب للموجة، يعني هم بس عايزين دعم زي ما انتوا شايفين كده الأسلحة اللي معاهم وطريقة وقوفهم، وكان الفيديو بيجيب مشاهد وفي الآخر جاب المجموعة اللي هي كانت واقفين دول مع بعضهم هم بيبيعوا بيكرروا البيعة لأبو بكر البغدادي. ردا على سؤال حول إمكانية وجود نية لعملية إرهابية مقبلة بعد الفيديو، قال أن الأمر لا يتعلق بإعلان قرب عملية جديدة، وأن التنظيمات الإرهابية مش بتدي إشارة تحذيرية قبل بدء تنفيذ عمليات، وبتفاخر تفاخر ملقي خطبة البيعة بعمليات إرهابية نفذها التنظيم الإرهابي ضد الجيش المصري تفاخر، يعني هو جاب أن في نجاحات للجيش وتفاخر بأن هم كمان عملوا اللي هي البيانات اللي كان بيعرضها دي أن هم كمان كانوا نجحوا ضد الجيش المصري. وأعلنوا نيتهم تكثيف عملياتهم الآثمة خلال الفترة المقبلة، وعرضوا شوية تمرينات بدنية عسكرية وصورة المركبات تستخدم في العمليات، مجرد استعراض القوة يعني. وخبير سياسي قال أن فيديو ولاية سيناء بيطرح أسئلة عدة، هل الإطالة الخبيثة الجديدة للتنظيم هدفها تجديد ثقة فقدت بسبب ضربات الجيش المصري المتوالية وضربة كبرى متعلقة باستلام هشام عشماوي؟ ويعني بدأت ناس كتير تتكلم الحقيقة، ولكن يعني أنا ميالة لأن هم ممكن يكونوا فعلا بيعملوه لطلب دعم مادي بعد الهزيمة الكبيرة اللي حلت بهم. اليوم السابع كانت بعد وفاة مرسي نشرت أن ولاية سيناء بتنعي وفاة مرسي، ولكن الحقيقة اللي حصل أنه لا، اللي نعوه وحدهم هم حركة حسم وتوعدوا بالثأر، ولكن كان في بوستات اتنشرت على سايت موقع سايت اللي هو تابع لداعش كانوا بيعتبروا مرسي طاغوت، مش بيعتبروه أنه هو يعني انه الموضوع النعي ده كان غير سليم، عشان بس ايه يعني تاخدوا بالكم الموضوع ده. اليومين دول المفروض بكره ان شاء الله في مؤتمر اللي هو المؤتمر الاستثماري، علشان خاطر احنا عندنا الصور بتاعه البوست اللي فات يا ترى ولا مش عندنا؟ طيب الحقيقه انه يعني زي ما قلت لكم انه بكره النهارده كان في اجتماعات تمهيديه للمؤتمر اللي في البحرين اللي بدعوه كثير من الدول العربيه، علشان خاطر حل مشكله او جزء من الافصاح عن ايه هي صفقه القرن بانه يكون في استثمارات. فكتبت موقع يورو نيوز انه جاريد كوشنر صرح بان الاستثمارات كمان هتشمل منطقه شمال سيناء او منطقه في سيناء شبه جزيره سيناء. فطبعا كان في ردود فعل كتير غاضبه، هو في ايه كل شويه بتقولوا انه ممكن سيناء يتكتب كلمه سيناء من ان هي هتبقى جزء في حل في صفقه القرن وفي حل المشكله الفلسطينيه الاسرائيليه. فده خلى الوزير الخارجيه سامح شكري ادلى بتصريحات النهارده لقناه روسيا اليوم، وقال يا جماعه ما فيش اي تنازل عن ذره او حبه رمل من سيناء اللي استشهد من اجلها مواطنون مصريون دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها. وقال شكري هذا الكلام ردا على ما تردد عن وطن بديل الفلسطينيين في سيناء، اعتقد ان هذا الامر تم التعبير عن رفضه التام على كافه المستويات من رئيس الدوله الى كافه مؤسسات الدوله المصريه اكتر من مره، حتى جرون بلات اللي هو مع جاريد كوشنر في موضوع صفقه القرن ده صرح بكده اكتر من مره. فيا جماعه يعني مش عايزين كل شويه يكون في امور من هذا الكلام. الفاكرين لما عرضت عليكم طبعا حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، ولما جينا نعرض كلام الرئيس احنا كنا يعني انا وانا خلف الهوى كنت مستغربة، وبعد كده حتى قلت لكم ايه ده ممكن يكونوا عاملين ابطاء في صوت الرئيس ومغيرينه علشان حقوق البث مثلا على اساس ان بين سبورت، وبعدين اتفاجئنا انه لا، انه الموضوع ده ناس بقى قالت ده كان مقصود، ده البين سبورت هي اللي وطأت كلمة الرئيس لإحراجه. لكن الحقيقة عمرو أديب قال حاجة، قال انه كان في مشكلة في موضوع الصوت، يعني عمرو أديب قال انه السبب هو وجود خطأ تقني في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة، وانه كان هناك مشكلة تأخير وصول الصوت، موضحا ان المشكلة تمت ملاحظتها في نهاية كلمة رئيس الاتحاد الافريقي. واوضح عمرو أديب ان الخطأ ده لن يغير من الانبهار بحفل الافتتاح العظيم اللي كان وجهة مشرقة لمصر امام العالم، ولا يؤثر او ينقص من نجاحه. فعلا بجد كان المؤتمر اكثر من رائع،
اكثر من رائع، بما فيه كمان انه كان الشباب اللي عفوا الافتتاح افتتاح الامم بطوله كاس الامم الافريقيه كان ابهر العالم كله حقيقي، وكان واجهه مشرفه لمصر امام العالم كله. شايفين الجمال والافكتس والفاير ووركس والاضواء والشغل؟ لا بجد بجد فعلا ابهار بشهاده كثيرين، بشهادة كل اللي حتى من الناس اللي معارضين شوية تلاقيهم على الفيسبوك حتى، لا اتبسطوا قوي، حاجة مشرفة جدا. التواجد كان رائع، نشيد بلادي بلادي كان هز الاستاد بكل حقيقي. كمان كملت بإيه كمان؟ ان الشباب نظف المدرجات في استاد القاهرة، والسيسي كمان أشاد بالشباب دول وقد ايه لهم فخور بيكم. بصوا الإبهار يا جماعة، روعة 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 حقيقي. حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية في عيون العالم، الجارديان وصفته بالمدهش، وليوماند الفرنسية قال أثبت قدرة المصريين أمنيا وسياسيا. مش بس أمنيا وسياسيا، طبعا الأمن والأمن كان على مستوى يفوق يعني التوقع أيضا، ولكن الإبهار نفسه في العرض، وانه قد ايه فعلا الهويه الفرعونيه لمصر ان احنا نجيب الاهرامات ونؤكد على انه مصر يعني والتاريخ الفرعوني والثقافه الفرعونيه وحضاره 7000 سنه. اهتمت الصحافه العالميه بافتتاح كاس الامم الافريقيه لكره القدم مساء الجمعه، معربه عن اعجابها بمستوى التنسيق والتنظيم والاخراج لحفل الافتتاح، كما القت الضوء على دلاله الافتتاح وتنظيم هذا الحدث الكروي المهم على الاوضاع المصريه اقتصاديا وامنيا. وصحيفة الجارديان البريطانية وصفت حفل الافتتاح بالمدهش، وألقت الضوء على طريقة الإخراج والتنفيذ. الأهرامات رمز الحضارة المصرية اللي كان لها حضور قوي في حفل الافتتاح، ولفتت الصحيفة إلى الرقي الذي غلب على حفل الافتتاح الذي تضمن مشاركة استعراضات مصرية وإفريقية تكشف عن الثقافة المشتركة بين الدول الإفريقية. وقالت الصحيفة أن الفريق اللي أشرف على تنفيذ الافتتاح فريق محترف وراقي جدا. وعربت الصحيفة عن الإعجاب بفكرة ظهور ملامح شخصية مصر من حيث التضاريس والتاريخ خلال الافتتاح، خاصة نهر النيل والوادي اللي أحاط بالأهرامات الثلاثة على قطعة القماش اللي كانت مغطية الملعب. هيئة الإذاعة البريطانية أيضا قالت أن حفل الافتتاح كان مذهلا للغاية، وألقت الضوء على الاستعراضات المتميزة اللي تضمنها حفل الافتتاح. وصفت وسائل إعلام إسبانية حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمبهر، وقالت صحيفة آس الأسبانية أن حفل افتتاح كان لائقا بنسخة البطولة التاريخية، لافتة إلى مشاركة نحو 24 منتخب بالبطولة لأول مرة، منهم موريتانيا على فكرة. ومن جهتها أعربت صحيفة لوموند الفرنسية أن التنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية والشكل اللي خرج بيه حفل الافتتاح تحدي قوي ونجاح باهر من شأنه إثبات مصر لقدراتها أمنيا وسياسيا على الصعيد الدولي. فخورين جدا باننا مصريين ومبسوطين قوي من هذه النقله الرائعه ومن هذا الاحتفال الرائع، ونتمنى مزيد من الابهار للعالم. وحتى رجل اعمال نجيب ساويرس برضو اشاد، الجميع اشاد يا جماعه على فكره، يعني قال لك يعني ممكن مره نقول كلمه كويسه في حق بلدنا، افتتاح رائع للبطوله وبرافو لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث. كان في كمان برضو نظره تانية برضو، يعني مثلا بي بي سي بصت لها بانه في نساء من مختلف الاعمار تواجدوا بشكل ملفت او شكل لافت خلال في ملعب القاهرة الدولي افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية، معظمهن خريجات جامعات او موظفات في بنوك او مهندسات وكلهن متحمسات. وكان في برضو النقيب ديانا جميل ابنة مركز ابو حماد كانت مشتركة في تأمين كأس الامم الافريقية، حاجة مشرفة يا جماعة بكل المقاييس. كان في كمان كلنا بنحب مصر او تحت شعار بنحب مصر بالثلاث لغات، بالعربية والانجليزية والقبطية، ودي برضو كانت حاجة جميلة جدا جدا. يعني قد ايه كان فيه لمسات حلوة قوي، ولكن كان فيه بعض التحرش في نهاية مباراة المغرب وناميبيا، لكن مش هنقف عند السلبيات، خلينا دايما نشوف الحاجات الإيجابية. كان برضو في حاجة تاني، موديل مصرية اسمها ماريهان كانت اتهمت لاعبان بالمنتخب المصري بالتحرش، وكان منهم 4 لعيبة في المنتخب عملوا لها فولو، وكان كل ده على الانستجرام وقصة كده. وفي الاخر كانت نتيجة الموضوع ده انه الجهاز الفني المنتخب الوطني قرر سحب الهواتف المحمولة من لاعبي الفراعنة خلال فترة تواجدهم بالمعسكر الخاص ببطولة امم افريقيا عشان القصة دي. القصة التانية اللي شغلة مصر برضو اليومين دول، طبعا موضوع برضو انا قلتلكو على موضوع اهتف لتريكا في الدقيقة 22، فبرضو بعض المواقع اللي قالت ان حصل هتاف، ولكن الرد عليه احنا مكناش سمعين، محدش سمع الهتاف بتاع ابو تريكا. اللي احنا سمعناه انه الاستاد انتفض
بالنشيد بالتحيه بالسلام الجمهوري وتحيه مصر. بالنسبة برضو لمريم فارس بقى، موضوع مريم فارس ان هي كانت كتبت على السوشيال ميديا بتقول ان هي انا قبل ثورة 25 يناير كنت احيي حفلتين او اكتر اسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما، وفي الفترة دي كبرت ومتطلباتي كبرت معايا، وبالتالي عليت اجري واصبحت تقيلة على مصر. هي بس قالت الكلمة دي وحصل هجوم رهيب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم حاد على مريم فارس، واعتبروها انها بتسيء لمصر وتقيلة ايه على مصر، ومش عارف اللي قال لها ده انت اجرك ما يجيش مش عارف تمن المعدات الصوت بتاعت عمرو دياب عفوا. وبدأت دعوة مستعجلة لمنع دخول مريم فارس من الاراضي المصرية، وطبعا مين اللي اقامها يا جماعة؟ قولوا انتوا كده قبل ما انا اقول، المحامي سمير صبري. ومريم فارس في الاخر طبعا لما لقت الهوجه دي كلها اعتذرت للشعب المصري وقالت انا اخبني يعني ان انا يعني ما عرفتش اعبر، واعتذرت يعني، وقالت ان هي كل الموضوع كانت بتعني فيه ان هي اجرها بس ارتفع يعني مش اكتر، وبتقول ان ما كنتش اقصد خالص اي حاجه ولا اي اساءه لمصر. وبناء عليه هاني شاكر قال ان مريم فارس الكلام اللي قالته ده زلت لسان ومش هنتاخد اجراء ضدها. وعنها بقى وجه هجوم على هاني شاكر، اشمعنى بتدافع عن مريم فارس وما دافعتش عن شيرين؟ مع شيرين ليها اكتر من موقف على فكره يا جماعه، واكتر من تصريح كان اثار الدنيا كلها مش بس المصريين. فالحقيقه انه شيرين كانت يعني برضو بيقال ان في من ضمن المواقف بتاعتها كان في مرات، لانها ليها مرات كتير قوي، كان في مرات دافع عنها هاني شاكر. المهم فانا في يعني في النهايه الحقيقه عايزه اقول لكم انه كان عندنا مواضيع كبيره عن موضوع الحوثيين، وكان في هجوم على مطار ابها، وعندنا برضه عقوبات جديده من امريكا، العقوبات اللي على ايران المره دي استهداف خامنئي شخصيا يعني، والامور لسه مشتعله، والمؤتمر بتاع بكره وهنشوف ان شاء الله. لسه مش عارفه هكون معاكم الاربع ولا لا، ولكن ربنا يسهل ونقدر طبعا نغطي لحضراتكم كل اللي احنا ما قدرناش نقوله النهارده، لو ما كانش الاربع هيكون الجمعه باذن الله. اشكركم على متابعتنا، وانتظرونا والمزيد ومرى الاحداث. الى اللقاء.